بما ان عجبتكم فكره فيديو الماوس والكيبورد، ناس كتير سالتني في الكومنتات ايه اللي هيحصل لو حطيت فلاشه في فيشه الكهرباء. الفيديو ده هيبقى عكس كل الفيديوهات اللي فاتت، هيبقى جزء واحد بس، فاتمنى تعملوا لايك وفولو. خلي بالك ده هتبقى اخر مره في السلسله دي نجرب اي حاجه على شحن التليفون ده، بعد كده اي جهاز هنجيبه هنقص السلك بتاعه ونوصله بالكهرباء دايركت، عشان في ناس كتير قوي طلبت مني الموضوع ده. انا عارف انتوا عايزين تولعوا في الاستوديو، مفيش مشكله هنولع فيه سوا عادي عادي. يلا بضحك اختاركم يلا بينا نجرب. هنبدا نوصل الفلاشه بتاعتنا في الشاحن بتاعنا ونجيب فيش الكهرباء بتاعتنا. يلا بينا بسم الله. 1 2 3 زي ما شايفين كده يا جماعه الفلاشه نورت، ما حصلهاش اي حاجه. زي ما شايفين كده غالبا بتنور شويه وبعد كده بتفصل. تعالوا نجرب بقى الفلاشه دي على الكمبيوتر ونشوف هل باظت ولا زغزغنا الفيروسات ولا موتنا من الضحك ولا ايه اللي حصل. يلا بينا. بسم الله. لازم نحصل معاها الحركه دي. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الفلاشه غالبا اتقرت. تعالوا نشوف ايه اللي جواها، لان انا نسيت اصلا انا كنت حاطط فيها ايه. انا كنت حاطط فيها اندس 11. زي الفل يا معلم، الفلاشه شغاله زي الفل. لايك وفولو اللي جاي كتير.